أعزائي متابعي وأصدقاء القناة، السلام عليكم ورحمة الله. الله يديم علينا جميع نعمات الصحة والعافية. في البداية لكم كل المحبة والتقدير على التشجيع الدائم للقناة، الشيء اللي كيعطينا نفس آخر أننا نحاول نرقيو المحتوى ديال القناة للأفضل. حلقة اليوم على السينما كوليزي. سينما كوليزي، السينما الأنيقة والعريقة بحكم موقعها مسارع الزرقتوني بحي جيليز. كيرجع تاريخ تأسيسها سنة 1953 عن طريق المهندس اللي شيد عدة قاعات سينمائية في شارع الشانجليزي الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، السيد روجي بوني. وعشت هذه القاعة الجميلة الأوج ديالها الفني من الخمسينات حتى أواخر السبعينات، حيث بدأت في التراجع تدريجيا، وهذا قبل ما يتحد ترميمها وافتتاحها من جديد يوم السبت 9 شتنبر 1995. وكان أول فيلم عرضته آنذاك دونجور إيميديات. بعدما جددت كانت قاعة راقية كيف قلنا سابقا، أيام فاش كان المدير ديالها هو الأستاذ ديال الرياضيات مسيو كاراتشي، والأخت ديالو اللي كانت مكلفة شباك التذاكر آنذاك. وما ننساوش القيدوم ديالها السي بوشعيب. غادي يقوم بشرائها الحاج سعيد العيادي في منتصف السبعينات من القرن الماضي، واستمر حاج سعيد في الحرص عليها والاهتمام بها حتى نهار سلمها الابن ديالو السي محمد العيادي. على الرغم انها سينما جميلة ومريحة في نفس الوقت، الا ان باقية هي الوحيدة اللي كتقاوم الزمن والتقلبات ديالو والعزوف عن السينما وهذه الاشياء الاخرى راه كيعرفها الجميع. كانت كتعرض بها افلام صباح كل احد في اطار النادي السينمائي سنوات 1977 1978 1979، كما انها عرفت العديد من صباحيات الاطفال او تقام فيها مهرجان اسبوع الطفل، كذلك فعاليه المهرجان الدولي مراكش والعديد من العروض المسرحيه اللي تقامت فيها والعديد من السهرات. احبتي حتى نتلاقاو في حلقه قادمه ان شاء الله تعالى، فضلا منكم دعموا قناتكم بالانضمام وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. تحياتي الصادقه.